مرحبا بالكل، ومعكم سيراي، وهالمرة شرح آخر تحديين من تحديات العاصفة الثلجية. في البداية من اليوم باقي 3 أيام على انتهاء تحديات العاصفة، يعني عندكم 3 أيام تخلصوا فيها التحديات هذه، وأنصحك تخلصها لأنها سهلة والجائزة مقبولة، يعني تأخذ إكس بي ولون ومظلة. وأدري إن الكل عنده مشكلة بتحدي الزومبي الذهبي، لازم أشوفكم كيف تخلصوا في آخر المقطع بعد ما أشرح التحديات. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناة، وخليكم مع المقطع. التحدي 11، الحمد لله مرة سهل. قم بقتل 300 زومبي، بس كذا، دور على وحوش الزومبي او الوحوش الجليدية واقتل 300 بالاجمال من اي نوع، الصغار او الكبار، اللي عندهم ضوء او اللي بدون. المهم انك تقتل 300 بالاجمال في جيم واحد او في اكثر من جيم وتكون خلصت التحدي. التحدي 12 والاخير، وبعدها مبروك عليك المظلة، قم بتدميج او احداث ضرر على وحوش الزومبي بمجموع 20000. ادري ان 20000 تبين كثير، بس انصحكم تدوروا على سلاح الاكس باو. السلاح هذا يعطيك او يعطي دمج 250 على الهيد على اي زومبي، غير ان طلقاته لا نهائي يوم ما تخلص، بيساعدكم كثير في كل التحديات. انزل مكان بعيد ودور على وحوش الزومبي ودمج بمجموع 20000 وتكون خلصت التحدي الاخير. ويلا ننتقل لسؤالنا، كيف نخلص تحدي قتل الزومبي الذهبي؟ واحدة من المتابعين القناة اعطتني طريقة على الانستغرام، وهي انك في البداية تنزل للموتيل، المكان اللي قريب من ليزي واللي يكون فيه رفتات. المهم انزل لهناك وجمع لك لوت حلو، نفس ما قلت لكم دوروا على سلاح الاكس باو لانه بيساعدكم كثير، ولو ما لقيتوه فعادي ما بيفرق، المهم يكون معك اسلحة. خلصت الويت واطلع على طول على المناطق القريبة من الموتل، بتلاحظ ان هالمنطقة مليانة زومبي بشكل مو طبيعي. روح على اي قطعة جليد تطلع الزومبي، وانتبه لا تدمج القطعة، بس اقتل وحوش، اقتل لك من وحش وما فيها الا شوي بتلاحظ ان الزومبي الذهبي بدا يطلع لك. ما في داعي تنتظر نهاية الجيم، ما في داعي تتعب نفسك، وفي جيم واحد طلع لي 4 وحوش ذهبية وبكل سهولة وخلصت التحدي. وهذا مقطعنا اليوم، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة، ولو حاب تدعمني في هذا كود المتجر سيو SEO، اكتب عندك في المتجر ولما تشتري اي شيء فانت كذا تدعم القناة. اشوفكم في مقطع اليوم واللي بينزل في اقرب فرصة، ومع السلامة.